نطلب منكم الوعي والهدوء والتفاهم والمحبة. نطلب منك انك كل واحد اشتغل بالمصحة على اي ارة انك اخته. نطلب منك قلت النواب. طيب سلامتكم يا ابني. الله يكفيكم الله يبارككم. اترك عمل لك صوره بس. ممنوني. لا لا يا شباب ممنوني. مال الصوره
زيه 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 ايه بيطلع العظم بيطلع طلع طلع سيرو طلع طلع يا ابني عافينا في شغله ما انا نفهمها انه قصه بكركي ما بدها تضخيم الاعلامي اللي هالقد يعني مرقنا بحوادث اهم من هيك بكثير مع استنكاري الشديد اكيد للي صار لانه بكركي ما بيسوى تسكر بوابها وبس يروحوا الناس لعندهم لازم يستقبلوهم وغبطة البطريرك لازم يكون مثل الأب شو ما كانوا الناس ضبانين لازم يستوعبون هيدا اللي بقوله بقى هلأ مش بس مش مهم بس نصور الفاز المكسور أو الصورة أو الكادر المكسور منا نصور القصة من ألاف للياء ومن دين كل شيء خطأ لأن أنا المسؤول الأول السياسي ربطه منه المسؤول الأول السياسي هو مسؤول بروحي وعلى راسنا وعلى عيننا بس بدهم يفهموا بقية القوى السياسية بدهم يحكوا معي الحكي مع بكركي بياخد طابع النصيحة لا أكثر ولا أقل بس القرار السياسي عن المسيحية هون وهيدي نهائية فنفهموها نعم جنرال